يشكل احترام وصون حقوق الإنسان ركيزة أساسية لنهوض وتطور المجتمعات، وهي قيمة إنسانية مستمدة من المبادئ التي جاءت بها الشرائع السماوية كافة لتكفل للإنسان حقوقا متساوية في الحياة والكرامة الإنسانية من دون تمييز. وفي هذا الصدد يأتي كتاب الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، ليسلط الضوء على الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان. التقرير التالي يستعرض مزيدا من التفاصيل.